عندك الفيل عنده مشكل كنخصو يتعن قبل من المقابلة. هذه الإجراء اللي تنديرو حنا قبل ما نبدا المسابقة تنديرو قبل كل ماتش. أعطيه ولاد التوني، علاش شنو كعطينا التوني؟ علاش عاوتاني إشهار ثم من أجل الألوان تقدر تكون هناك ألوان اللي هي متشابهة. ملي تكون الألوان متشابهة شنو تنديرو؟ الفريق المستضيف هو اللي تلعب التوني ديالو، ولما تلعبو في ملعب محايد تنديرو الكرة. هذه كلها أمور دارت. فبالتالي أنت أسبوع قبل من المقابلة ديال الدومي فينال عندك التوني في جميع، فبالتالي انت ما درتيش ما اختارتيش ما حطيتيش القطار في السكه ديال القانون الرياضي ديال لوائح الفيفا. اش درتي؟ ما درتي لا اعتراض ديال شي حاجه، لا الاتحاد العاصمه لا الاتحاد الجزائري في علمها بانه يتم الحجز على القميص، ما كانش هو الكلام. اذا هذا قرار اداري، هذا قرار ما عنده علاقه بالرياضه، هذا قرار ما يمكنش تقبلوا لا الفيفا لا الكاف. ماشي حيت انا مغاربه، انا قلتها قبيله قلت بان احنا خصنا ما خصناش نكونوا عاطفيين اكثر من القياس، نتكلموا بالقانون. لو كان شي حاجه اللي هي مخالفه للقانون ممكن نقولوها كل جمعه بكل شجاعه. القرار هو قرار اداري، فهمتي الطريقه باش انت تتحجز الاقمصه وتتعطينا البيفي ديال الجمارك وكانك مهرب شي حاجه، تعطي البيفي. هذاك البيفي هو اللي دات به نهضه بركان لما مشات تبعت المسطره القانونيه. اذا المسطره والسكه اللي كان خصها دير بركان شنو هي؟ خاصها تمشي عند الجهاز اللي عنده الصفة. شنو هو الجهاز اللي عنده الصفة في قانون المسابقات؟ هو لجنة، هو كوميسيون انتر كلوب. هذه لجنة انتر كلوب هي اللي تثبت في جميع المنازعات، وعندها الصفة باش توقع العقوبات، وعندها الصفة باش تثبت في جميع، وأي حاجة ما منصوصش عليها في قانون المسابقات ممكن أن اللجنة ديال الانتر كلوب هي اللي تثبت فيها، يعني عندها هذه الصفة وعندها الصلاحية باش تثبت في هذه المسألة هذه. الانتر كلوب عطات القرار الأول وعطات وستانفو داخل اجل 3 ايام، وجا القرار الثاني اللي هو هذا القرار. كيفاش جا هذا القرار؟ جا بناء على المحاضر، جا بناء على محضر ديال مندوب المباراه، جا محضر ديال حكم المباراه، وجا بناء على القرار الذي لم يتم احترامه اللي هو قرار نهائي وقرار استنافي اللي هو تسليم الاقمصه الى النادي للقيام به. هنا تنقولوا مسطره صحيحه، هنا نقول بان احنا كمغرب باش نكونوا واضحين استفدنا واحد النزيره دازت من قبل اللي كانت تخذ فيها قرار درجيه غير مختصه اللي هي لجنه الفيديه. الان الجهه التي اصدرت القرار هي جهه مختصه. الان دابا كاين جوج ديال الاستنافات، استناف اللي تمدد فيه باقي استناف كور ديال البيت وباقي طعن امام المحكمه ديال الطاس. اذا لي زيبوتيز اللي كاينين هما هادو. تكلمت السكيله والاستاذ نضال على كيفاش باش عرفنا حنا باقي ما توصلناش في لا ديسيزيون موتيفي باش نعرفوا القرار معلن، باش نعرفوا شنو هي المتابعه بالنسبه وشنو هي المخالفه التي تبعت بها لجنه المسابقات الاتحاد الجزائري. رجعنا لكم ديسيبلين شنو لقينا؟ لقينا كيف ما قلنا لي زيكي سونكسيوني بار فورفي سون كونسيديري كوم ايون بيردو 3-0. يعني جميع اذا الفورفي يعني سانكسيون تعتبر فورفي. اذا هنا نفسروا هذا احتمال، باقي ما شفناش نقولوا احتمال اللي لقينا. لقينا بان الفصل الذي تحدث في الكود ديسيبلينير ديال الفيفا على هذه الحاله ديال الخساره ديال 3-0 هو فورفي. اذا اعتبرت بان الاتحاد الجزائري لانه او الاتحاديه الجزائريه كانت سببا في عدم لعب المباراه. لان الحكام لو دخلوا المباراه مي غنمشيو عند المحكمه ديال الطاس كان غيكون مشكل. غنبداو نناقشوا كمل المباراه واحتج من بعد. ولكن علاش نقول لك انا البركان كانت زعما تنوين مش تنوين بان الاداره والتدبير القانوني ديال كانت تدبيرا حكيما وكانت تدبيرا ناجعا وكان فيها واحد النضج وواحد الهدوء والمسائل. درت الطعن الاول، درت به تذكير، جاتني في مراسله بان راه حنا بصدد راه عندنا جلسه ديال الكوميسيون عند الكلوب. من بعد صدر القرار عطاو الحق يستانفوا، استانفوا داخل 12 ساعه تعينت لجنه الاستئناف بالذات، جاو لنا واخدين القرار هنا واخدين
المذكر الجماعي كذا ومشاو للتيران كيتسناو في اقمصه سخنوا في الفيستير جا الحكم المباراه دخل الفيستير سجل دار لابيل الحاضرين ما عليهم واحد المساله مهمه ما كانش شي حاله سميتها الاقمصه صايبوا هذيك الاقمصه خرجتها خرجوا على الاعلام اما في الفيستير راه ما داروش شي حاله سميتها الاقمصه ولو كانوا ما يمكنش لانه انا غنلعب بالقميص اللي حيت حنا ملي غنمشيو دابا للباص كاين ما يسمى بحريه الاسم في القانون الرياضي هو اننا غادي نكذب جميع الفيديوهات جميع الوسائل الاثبات اللي غتاكد بان بالفعل بان الفيستير ما كانوش فيه هذا كاين هناك المحضر ديال الجماعي هناك القرار هناك حتى المحضر اهم حاجه تعتمد عليها الفيفا هو المحضر ديال الحكم المحضر ديال مندوب المباراه وتعتمد عليهم في اتخاذ القرار ديالهم حكم المباراه بناء على واقعه عدم وصول مش بلوش هو هو تبانتو بان شكون هو الفريق المضيف شكون اللي استضاف هو الاتحاديه الجزائريه انا كحكم ما نجي عندهم نقول فينا هو القميصه ها المحضر ديال الجمال وعلاش ما عطاوكمش القميصه ها القرار ديال السينافي النهائي تنتسناو بقيت نتسنى ذات الاسباب التنظيميه والاسباب التنظيميه شكون يمسؤول عليها؟ المضيف واضح هذا ما داكشي زعما